عامله ايه يا عروسه؟ ايه؟ فهمت. يا معلم تعتقني الوجه الله، انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك، لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم طبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني، انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي وسطي وبعمل كده، بس خرج من هنا والنبي. مطرة. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي ان انا احن عليكي من الحكومه؟ ومش كده وبس يا مطرة، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، انا عاوزها عروسه على الفرازه، ولو قدرتي تفرديها شويه افرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي ها؟ بيحولوا يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. ايوه بقى تكنيله موقوسه. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها أكتر من كده، لأن لو قربنا منها أكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نوح أكتر وأكتر كمان. أمال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهلة خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح إن النوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على أي حاجة شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. هتجيبها هتقولك على كل حاجة، وأول ما تسيبك وتروح للنوح هتقول له برضه على كل حاجه. بنتي دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل يا ياسر بيه؟ احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجه علي احنا ما فكرناش فيها. حاجه ايه يا باشا؟ حريم الرجاله دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقول لك. ضاوية، كرامة، مطرة، شوق، سوريا، حريم الرجال دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق السهل للوصول لرجالته. الملطة مين؟ الملطة بيضون؟ طبعا عارفاه يا بجاشي، ده راجل نتن وديله نجس، هي تبعه؟ تبقى مرة شمال. طب قولي هو شغال في انه خرابة دلوقت؟ ده سلو عيلتنا، نقص شريط شغلنا بعيش وملح، والسمك خير البحر وربنا حلله زي ما حلل لقمة العيش. والفاتحة على العيال اللي بأصله ما يرعيش ربنا في أكل عيشه. آمين 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 يا رب. كل جمبري يا معلم ضاحي. ماشي يا فندينا. مد إيدك يا معلم هللة. بسم الله يا رجالة، إحنا مكشوفين ولا إيه؟ إحنا عايزين نطمن على الشغل يا معلم، ونعرف نصيب كل واحد فينا في المصلحة دي. لا اطمن يا معلم، شغل كتير والمصالح اكتر ان شاء الله. والمصلحه اللي بين الرجاله بتدوم بتدوم يا معلم هلله، وده اللي احنا عايزين ناسسه في شغلنا. اتفضل يا معلم. ما احناش عايزين حد غريب يدخل وسطينا. الاوامر كلها وصلت السوق يا فندينا، والكل عارف ان السكه رايح جاي من عندك، ومحدش يقدر يخرج بره قضبانها. مسؤوليه يا معلم، مسؤوليه. ناكل بقى صبيط عشان الصبيط بينعش المخ ويعلي ادراك الحس،
مدوا ايديكوا رجاله وكلوا ما تخافوش هنغسل ايدينا وهنروح نضيف نضيف. ايوه يا فندينا بس السوق شاحح قوي والزبوع عطشان وريقه بقى انشف من الحجر. نبلوا يا سلام. نبلوا. بس نظبط السعر. بس خليك في الحنين علينا يا فندينا. ومن امتى حته ابو جنه كانت بتيجي على رجالتها يا معلم؟ احنا سلو شغلنا ان الكل ياكل عيش. وده عشمنا فيك يا خال. الخال جاب من الاخر وقال على سر الطبخه ووعد مني ودم يسيل كده يا رجاله لو حد قام من على الترابيزه دي مكسور الخاطر. عشت يا فندينا عشت. بس الطبخه زي ما ليها سحرها ليها سمها وسحرها للي يصون الكلمه والعهد وسمها على اللي يخون العهد والكلمه واللي اوله شرط اخره فالينا. يتوب علينا ربنا. على فين العزم يا ابو سنه؟ اصل شوق مخنوقه شويه قلت اخدها تفك عن نفسها في اي حته. وانت ايه اللي خانقك يا شوق؟ الكتمه بنربع حيطان يا حاج. اتخنقت قلت اخرج اشوف الدنيا. ما شبعتيش من اللي شفتيه يا شوق؟ ده كان زمان يا حاجه. ولا عايزاني اغني له واقول له ارجع ولا اعيش حياتي احسن مع جوزي وحبيبي وراجلي وسيد المعلمين كمان. تسلمي لي يا شوق. تسلم لي لسانك اللي بينقط شاهد ده. تعيش لي يا عيون شوق. مش يلا. عايزه حاجه يا حاجه؟ احنا مش هنتاخر. ولا تتأخروا كله محصل بعضه. هات يا جمايل يا رب. يلا يلا. طب كله يعيش مع نفسه اللي ناوي يروحه.